بسرعة. لكن مهلا، أيقظتني من القيلولة لأجد نفسي وسط أحد الشوارع المزدحمة. أنا متعب جدا. كفى، لن أشفق عليك. لا تسرع هكذا. لماذا تريدني السيدة لويس بهذه السرعة؟ لا أعرف تماما، ولكن الأمر يبدو مهما أكثر من القيلولة. كفى كرتوش، لا داعي لإزعاجي بالحديث عن النوم. أستغرب كثيرا، عادة ما تبيع الزهور في هذه الساحة. يبدو أنها ليست هنا الآن. شكرا جزيلا. النجدة، ساعدوني، أنشدوني. كفى، دعني وشأني. لويس، هيا بنا. مهلا توقف. لا دخل لك بالأمر، ابتعد من هنا. هيا صديقي العزيز، ليتك تعرف عدد الذين قالوا ذلك لي. ولكني لم أسمع نصيحتهم. أحسنت عملا كرتوش. انتبه. إنه مصر. أسرع كرتوش، اتبع العربة وسأتولى أمرهما بمفردي. أظن أنك تسرعت. وداعا زميلتي. لا شك بأن هذا التعب يثير العطش، أليس كذلك؟ سجن شاتلي، ولكنها لم ترتكب أي خطأ. ربما كان هذا سبب سجنها. لا أفهم سبب ضحكك جرانفيل. لويزون صديقتي منذ الطفولة، وهي الآن في أسوأ السجون الفرنسية. أرادت رؤيتك بسرعة، يبدو أن لهذا علاقة بالأمر. أنا هو المخطئ أولاً، لو أني لم أتباطأ بالمشي. ماذا حاولت أن تقول؟ زيارتها أفضل طريقة لمعرفة ذلك. وكيف ستفعل ذلك؟ هل تفكر بانتزاع القبعة وإلقاء التحية قائلاً أنا كرتوش سيد الشوارع؟ سيستقبلونك بالأحضان طبعاً، وسيقدمون لك أفضل زنزانة. إلا إذا كنت برفقة فتاة جميلة. ولكن ماذا تفعل هذه العربة الجميلة أمام السجن؟ إنها لقريبة الحاكم، أحياناً تحسن للسجناء بزيارتها. من المؤسف أن تبدد فتاة جميلة مثلها الوقت مع المجرمين. لم تأتي لزيارتنا منذ فترة طويلة آنسة دولاتور. السجناء سوف يفرحون. إن كان يحسدهم فعليه أن يأخذ مكانهم. ماذا قلت؟ لا شيء، لا شيء، لم أقل شيئاً. مع أني سمعت شيئاً. أنا مستعدة للمخاطرة من أجلك. اسمع كرتوش، ولكني لا أنوي قضاء بقية حياتي في السجن حتى لو كنت برفقتي. لنوزع الخبز على السجناء، وقد نلتقي بالويزون على الطريق. شكراً سيدتي. إنها ليست هنا، فأنا أعرفها. رأيت باباً قد يوصلنا إلى زنازين أخرى. أخبرني سيد العزيز، هل هناك سجناء آخرون؟ لا أستطيع أن أخبرك آنستي، لا يسمح لي بذلك. طبعاً أنا أتفهم ذلك. هل انتهت الزيارة؟ لا، بل أفضل البقاء لبعض الوقت. أريد أن أسألك بعض الأسئلة. أنا في خدمتك آنستي. لويزون، لماذا يضعونك في السجن؟ ما هو السبب؟ لا أعرف، ولكني لست الوحيدة في السجن هنا، لهذا حاولت الاتصال بك. اختفى عدد كبير من صديقاتي فجأة، وهن جميعا هنا. لا تقلقي، ستخرجن من هنا. Thank you.
لنا. إنهن جميلات دجري. تهانية. يسرني كثيرا أنك معجب بهن. آمل أن يعجبن أزواج المستقبل. ماذا؟ آنساتي سوف نأخذكن إلى لويزيانا، وهي أراض في أمريكا ملك لفرنسا. ستتزوجن هناك من مستوطنين، تنجبن لهم أطفالا يسكنون المستعمرة الجميلة. ماذا يفعل ذلك؟ لم نسأل عن رأيكن بالأمر. إنه مستقبل رائع بالنسبة للشقيات اللواتي جمعن من الشوارع. ما هذا؟ لا يحق لك أن تفعل هذا بنا، نحن من البشر ولسنا من الحيوانات. ساعدوني، دعيني وشأني، اتركيني. هل أنت بخير؟ دعني. أنا أريد أن أعرف متى تم بناء السجن و... في الحقيقة أستغرب أن تهتم آنسة مثلك بهذه التفاصيل. تعلم أني أحياناً ما أفاجئ نفسي. حان الوقت. ماذا قلت؟ أنا أعني بذلك أنه حان الوقت، لأني أخذت ما يكفي من وقتك. يجب أن أذهب. تفضلي آنستي، نحن في خدمتك. ماذا للزواج؟ هذا رهيب. الأمر أسوأ مما توقعنا. سمعت الكثير عن المستعمرات، فتيات أجبرن على الزواج وعملن كالخدم. ماذا يمكن أن نفعل لإنقاذ الفتيات؟ يستحيل مساعدة هذا العدد الكبير للهروب. الصعود إلى سفينة دوغري أثناء إبحارها هو الطريقة الوحيدة. هل قلت دوغري؟ رجل طويل وله شارب كثيف؟ هل تعرفينه؟ كان يسكن مقر الحاكم مؤخراً. إذا أردنا النجاح في ذلك فسوف أحتاج إلى اسم السفينة وموعد خروجها. سأحضرها لك، يمكنك الاعتماد علي. حسناً، ما رأيك سيد دوغري؟ إنها حديقة رائعة. لابد أنها تختلف كلياً عن قسوة البحار. وكأنك تقرأين ما في قلب آنستي. متى ستعود إلى البحر ثانية؟ قريباً جداً للأسف. لماذا يهمك هذا الأمر؟ لأني أشعر بالقلق، هذا طبيعي. لا أريد أن أخسر صداقتك الجميلة بهذه السرعة. بالكاد نعرف بعضنا. صدقني سيد دوغري، إن هذا يؤسفني جداً. كارتوش! كارتوش! أنا هنا هاريت. كيف حال إيزابيل؟ ليست سعيدة طبعاً بتقربها من وحش مثل دوغري، ولكنها نجحت. سيأخذها إلى سفينته غداً، وسوف تعلم من هناك موعد خروج السفينة مع الفتيات إلى لويزيانا. يجب ألا تطرح أي سؤال يثير الشك لدى دوغري. من واجب الآن التعرض للمخاطر. آنستي. هذه هي سفينتك؟ سفينة هائلة. انظر كارتوش، إنهم يستأجرون العمال. السفينة ستغادر بعد أيام قليلة. ما هي الطريقة للتأكد من الموعد جاستون؟ أريد معرفة رأيك كبحار قديم. هل تعتقد أن لدي فرصة في أن أصبح بحاراً؟ لا أظن ذلك أبداً. أشكرك على دعمك جاستون. أخبرني سيدي، هناك سؤال أطرحه دائماً على نفسي. سأرد على سؤالك. كيف تطفو السفينة على سطح الماء؟ تطفو السفينة على سطح الماء؟ حسناً اسمعي، كيف سأشرح لك ذلك؟ لدينا السفينة من جهة والماء من الجهة الأخرى. إنها مسألة بسيطة. إنها قضية... قبطان، هل سترى البحارة الجدد من فضلك؟ أستأذن لتلبية نداء الواجب. هذا وهذا وهذا وهذا. لا أريد هذا. لماذا لا تريده؟ يبدو قوياً جداً.
ربما كنت محقة. لننتهي من العمل هنا. سررت بزيارتك آنستي. إلى مقر الحاكم بسرعة. حملنا المؤن وكل شيء جاهز لهذه الليلة. رائع. سنأتي بالفتيات إلى المركب مع حلول الليل. أي إنك تحب التنصت على الأبواب. ماذا يجري هنا؟ ما هذا الضجيج؟ كان يتنصت عليك سيد القبطان. ماذا؟ اقبضوا عليه. لا تدعوه يهرب. أن الرمح قد خدش الكتف فقط. يجب أن تستريح. تريدني أن أستريح وسفينة دوغريسا تبحر؟ مسكينة لويزون، يجب علينا أن ننقذها مع بقية الفتيات أيضا. كان من الأفضل أن تحصل على شريك في السفينة، ولكن ديغري لن يقبل بأي بحار بعد ما جرى اليوم. لكنه لن يرفض سجين. لست أسوأ منهن، وعندما أصبح على متن السفينة سأتمرد بين السجينات وهكذا تبحرون معنا. وإذا حصل أي خطأ فسترحلين مع الأخريات. لن أقبل أبدا بهذه المخاطرة. حتى لو كانت خطيرة فما زالت فكرة جيدة. لا، سنركب السفينة عندما تصبح في السن. سيخففون الحراسة بعد الانطلاق. لا نحتاج إلا لزورق صغير وسريع. أعرف الرجل الذي نحتاج إليه. سولتي دوغ، ماذا أصابها؟ مهلا روز. لقد رحلت وأيضا أخذت الزبور. اشتري مني الزهور. الزهور الجميلة. من يشتري مني الزهور؟ أبيع زهورا جميلة. هيا اقبضا عليها آنستي من فضلك. أسرعا قبل فوات الأوان. كفى، دعني وشأني، دعني. لماذا لا تستمع إلي أبدا؟ أعتقد أن الوقت حان للتعرف على صديقي سولتي دوغ. لا تنسى دوغري، إذا حصل أي خطأ فأنت لا تعرف الحاكم ولا تعرفني أيضا، وكأننا لم نلتقي. يسرني جدا ألا ألتقي بك. لو علمت بأني سأبحر معك من جديد جاستون لوافقت على الفور. عشنا مغامرات رائعة معا، أليس كذلك؟ إنها سفينة سريعة، هل نستطيع اللحاق بها؟ كارتوش لا تقلق، إن مركبي هذا هو الأسرع في نهر السين. غريب، مع أن شكله يوحي بأنه الأسوأ في نهر السين. قد لا يبدو لك جيدا سيدي،
ولكنه يحتوي على كل ما يلزم. بما في ذلك الثقوب. ماذا تقول؟ يا إلهي، ظننت أني أصلحتها. انتبه صديقي كي لا تقع. سيدي القبطان، انتظرنا هنا. سيدي القبطان، ماذا تفعل هنا؟ لماذا لا تقف مكانك؟ الفتيات. ماذا؟ اقبضوا عليهن. حسنا صديقاتي، حان الوقت. يا للهول، اقتربنا منهم. هل تفهم ما أعنيه بالقول إن مركبي هو الأسرع؟ هذا غريب جدا، توقفت السفينة. لابد أنها روز. بسرعة، لا يمكن إضاعة الوقت. لا يتحرك أحد. ماذا تنتظرون لتقبضوا عليهن؟ من هي المسؤولة عما جرى؟ إنها هي. خذها بعيدا. تحركي. دعني وشأني. لا، أين يأخذونها؟ ماذا سيفعلون بها؟ تذكرت الآن أيام الشباب. ماذا تفعلان هنا؟ انتبه. أصبح الآن ثلاثة. آمل ألا نكون تأخرنا. انظرنا إليها جيدا. هذا هو مصير الخونة، فليكن هذا درسا للجميع. لا تنسي توجيه التحية للأسماك يا آنسة. جيد أنه لا يوجد أسماك قرش في النهر. هيا اقفزي. والآن سوف تبدأ التسلية. يسرني سماع صوتك. أنت هنا؟ أي إنك لم تمت. دعني أصلح هذا الخطأ. من الجيد أنك في السيف أسوأ من رماية الرمح. هل تمانع في إبلاغي عما يجري؟ هيا صديقي، كن واقعيا. هيا، لا تنسوا أني هنا. مهلا روز، لا تتحركي. تسرني رؤيتك. لم نكن نعرف. قال إن النساء من المجرمات وإنهن في الطريق إلى المنفى. إن هذا العمل سيء جدا يا صاحب الشاربين. صديقي المسكين، لا أحد يتمنى أن يكون مكانك. لا، أرجوك لا تفعل هذا. لا تتعب نفسك يا دوغري، ستحتاج إلى القوة حيث نأخذك الآن. أين شاربي؟ ستدفعون الثمن غاليا. سيترك البحارة دوغري في جزيرة نائية. أنت محق في عدم الحلول مكانه. غرانفيل، إلى أين ذهبت الآن؟ آمل أن تعلمي كم سببت لنا من القلق. لما نجحتم بدوني. إنها محقة كارتوش، لولاها لما كنت الآن هنا لأعبر لك عن شكري. هكذا لكان هذا خسارة كبيرة فعلا.
قلقة جدا على أولئك الفتيات. أعرف، وعلى كرتوش أيضا. ولكن ما هذا؟ هدية صغيرة من بائعات الزهور. أطلق سراحهن وأرسلنا هذا لشكرك على المساعدة.